في موضوعنا الثاني من نبض العالم، أدانت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان ما وصفته التورط المشين لأعضاء البرلمان الأوروبي في فضيحة الرشاوة، بالإضافة إلى موقف الاتحاد الأوروبي المتسامح مع المغرب. اللجنة أكدت أن فضيحة الفساد تكشف التورط المكشوف في نهب ثروات الصحراء الغربية دون أي نوع من الإدانة تصدر من قبل الاتحاد الأوروبي ومؤسساته، وهو ما شجع المغرب على التمادي في انتهاك القوانين والقفز على الشرعية الدولية. رغم كثرة الويلات التي تأتي عليه تباعا، يواصل القصر الملكي السعي وراء الفضائح التي لا تأتي فرادا على النظام المغربي، ولا يجادل في هذا أحد يقول متتبعون للمشهد، خاصة بعد فضيحة نسجت خيوطها في أروقة البرلمان الأوروبي. فالراشي هنا المخزن المغربي، والمرتشي أعضاء من البرلمان الأوروبي. صدحت حناجر أهل الحق إذ قيل للمغيبة ضمائرهم لا تفسدوا، فقالوا غرر بنا وامتدت أيدي الفساد والنفوذ إلينا، لتتوالى الإدانات بعدها وتطالب اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي بفتح تحقيق معمق في هذه الفضيحة التي تورط فيها العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي الذين غدوا متابعين قضائيا، وكانوا حسب اللجنة الصحراوية يدافعون عن أطروحة المغرب المنافية لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية. ولأن البرلمان الأوروبي هيئة تشريعية، ذكرت اللجنة الاتحاد الأوروبي المتسامحة مع المغرب على حد وصفها بأن الشعب الصحراوي يدرك بشكل جيد أن الاتحاد الأوروبي بمختلف هيئاته واع كل الوعي بمخاطر التغاضي عن الابتزاز المغربي المعهود، وأن التساهل مع هذا الأمر سيجعل الاتحاد الأوروبي ومؤسساته بما فيها القضائية والتشريعية على محك المصداقية. جمعية مراقبة الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية من جهتها أدانت التورط المشين لأعضاء البرلمان الأوروبي في فضيحة الرشاوى التي تلقاها برلمانيون أوروبيون من المحتل المغربي، وطالبت الاتحاد الأوروبي بمحاسبة المتورطين لضلوعهم في مساعي تخدم أجندة الاحتلال المغربي على حساب الشرعية الدولية والقرارات الأممية بشكل يعمق معاناة الشعب الصحراوي ويعبد الطريق لنهب ثرواته. كل ذلك من شأنه تلطيخ سمعة الاتحاد الأوروبي. نهب ثروات الصحراء الغربية، المخزن يستعين بالصهاينة. لمناقشة الموضوع ينضم إلينا من باريس الإعلامي الصحراوي علي إبراهيم عبر الهاتف أو عبر سكايب عفوا، ومن باريس أيضا الدكتور غالي الزبير رئيس الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن. أهلا وسهلا بكما ضيفي. دعنا نبدأ معك الدكتور غالي الزبير. بعد الفوسفات والخضر والفواكه جاء الدور على الغاز، من يوقف حملة النهب التي يقودها المخزن؟ شكرا جزيلا على هذه الاستضافة، تحية لكم ولجمهوركم الكريم. لا شك أننا نشهد أن الاحتلال المغربي يغرق عميقا في مستنقع التطبيع مع الكيان الصهيوني. هذا التطبيع الذي شمل الميادين العسكرية والاستخباراتية والأمنية والصناعية وصل الآن إلى الامتداد إلى نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية خلال توقيع اتفاقيتين مع شركتين إسرائيليتين نهب ثروات صحراوية بالترخيص لهما بتنقيب المياه الإقليمية الصحراوية. عن سؤالكم من سيوقف هذا النهب، لا شك أن الصحراويون يعني مسلحون بقوة قانونية وبرسانة من القرارات الدولية التي تخدم هذا الأرض وهو الدفاع عن الثروات الطبيعية. هذه الترسانة القانونية أثبتتها قرارات الجمعية عفوا المحكمة العدل الدولية، الحكم القانوني للاتحاد الأفريقي والأحكام المتكررة للمحكمة الأوروبية. سوف يلجأ الصحراويون إلى اتخاذ كل الإجراءات التي تحمي ثرواتهم الطبيعية في ما يكفله القانون الدولي باعتبار الصحراء الغربية منطقة لم تتم فيها تصفية للسماء. نعم، نتوجه إلى الإعلامي الصحراوي علي إبراهيم. معلوم أن أي اتفاقيات تتعلق باستثمار أو استكشاف أو استغلال الثروات الطبيعية الصحراوية التي يتم التوقيع عليها مع الاحتلال المغربي الذي لا يمتلك السيادة على أراضي أو مياه أو أجواء الصحراء الغربية باطلة وفقا لقرارات محكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الأوروبية، لماذا يتجاهل المخزن هذه القرارات؟
أولا مساكم سعيد وشكرا على الاستضافة. فيما يخص سؤالكم حول تجاهل المغرب لهذه القرارات، نعرف جيدا أن المغرب هو قوة استعمارية في الصحراء الغربية، وإذا من الطبيعي أن يقوم المغرب بأعمال غير قانونية من أجل فرض احتلاله العسكري للصحراء الغربية. فهناك عدد من القرارات، لأنه الأمم المتحدة عندما باشرت بمناقشة النزاع في الصحراء الغربية بين المغرب وجبهة بوليزاريو، أقرت مباشرة ب تنظيم استفتاء في الصحراء الغربي من أجل أن يقرر الصحراويون مستقبلهم بشكل ديمقراطي وبشكل نزيه، ويقررون بين الانضمام للمغرب أو الاستقلال. وبالتالي المغرب وقف أمام هذه الخطة، وقف كذلك أمام مخطط جيمس بيكر الذي تنازل فيه جبهة بوليزاريو من أجل حل النزاع. ولكن في النهاية كما قلت، هذه أساليب الاحتلال المغربي، وهذا فقط نموذج من نماذج عديدة يقوم بها النظام المغربي من أجل فرض احتلال الصحراء الغربية. لأنه أمس كان هناك تواطؤ مع القوى الأوروبية، وذهبت جبهة بوليزاريو إلى المحاكم الأوروبية من أجل إدانة هذه الإجراءات غير القانونية في الصحراء الغربية. وقد تابعنا جميع قرارات محكمة العدل الأوروبية، كانت واضحة وضوح الشمس. وبالتالي كانت هناك أطراف دفعت إلى استمرار هذا النزاع، استمرار هذا المسار أمام الأعضاء الأوروبي. ونحن الآن في انتظار قرار نهائي من قبل المحكمة، الذي سيكون بالتأكيد هو خطوة تؤكد القرارات السابقة. ولكن الآن استنجاد المغرب بإسرائيل يؤكد على أن مسار الذي خاضته جبهة بوليزاريو على مستوى المحكمة الأوروبية أصبح قريبا من نقطة النهاية، والمغرب والأوروبيين متأكدون تأكيدا راسخا على أن القرارات ستكون سلبية بالنسبة لطرحهم، وستكون إيجابية بالنسبة لطرح جبهة بوليزاريو. ما الذي استجد حتى الآن في هذا الموضوع تحديدا بالنسبة للقضايا ذات الصلة بالمحكمة الأوروبية؟ لما فهم السؤال، هل من جديد استجد في ما يخص المحكمة الأوروبية؟ طبعا هناك مجموعة من القضايا المطروحة على مستواها. هنا الدعوة التي رفعت جبهة بوليزاريو وتم طعن فيها من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي بدعم من فرنسا وإسبانيا لا تزال أمام المحكمة، وفي القريب العاجل سيكون هناك قرار. ليس هناك موعد محدد، ولكن ما هو مؤكد على أن المحكمة الأوروبية خلال مدولاتها يومي من المدولات كان هناك أمر واضح وجلي على أن الأطراف التي كانت ضد الاتفاقية لم تقدم الأدلة الواضحة التي يمكن من شأنها أن تعطي الشرعية لهذه الاتفاقية. عكس محامي جبهة بوليزاريو أكد، وحتى المحكمة كانت على أنه تناقش القضية من باب على أنه جبهة بوليزاريو تمثل الشعب الصحراوي، وهو الذي له السيادة الحصرية على الثروة الطبيعية، وأنها يجب أن تكون طرفا ثالثا في هذه الاتفاقية. وبالتالي غياب جبهة بوليزاريو مباشرة يبطل هذه الاتفاقيات، وحتى قرارها السابق كان واضحا وضوح الشمس، يعني لم يضع أي مجال للسطو أو التحايل على 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 القضاء. وبالتالي هذه القضايا، هذا المسار أصبح واضحا، ولعل ما يثير ذلك هو استعانة المغرب بإسرائيل من أجل استمرار في نهب الثروة الطبيعية، ومن أجل تغذية احتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية. كما أن هناك نقطة أخرى فيما يتعلق بتواجد إسرائيل في المنطقة، نحن متأكدين على أن تواجد إسرائيل في المنطقة بشكل مباشر سيطرح هناك عدة تساؤلات، ولكن تواجد الشركات ومجرد غطاء لتواجد عسكري محتمل أن يكون مستقبلا، لأن النزاع العسكري في الصحراء الغربية وصل يعني ذروته، والأمور لن تستمر على هذا الوضع، خصوصا وأن جبهة بوليزاريو الآن تنتظر مؤتمرها 16 في منتصف يناير المقبل، وأن النقاش لم يعد على مستوى مسار تسوية فقط، وإنما النقاش حتى على مستوى القيادة السياسية الصحراوية، وحتى على مستوى المجتمع المدني وغيره من الصحراويين، أصبح يصب مباشرة في الحرب التي تدور رحاها في المنطقة، ويستعمل في نظام المغرب أجهزة متطورة من أجهزة الصحراوية. وبالتالي أصبح الآن النقاش يصب مباشرة في الصراع العسكري، وبالتالي المغرب لا بد له أن يستنجد بإسرائيل، ولكن بطرق خبيثة كما فعل مع إيوبية إبانة اجتياح الصحراء الغربية. ونحن نعرف القوة التي كانت تدعم المغرب ماديا وعسكريا، ومن هي التي أشرفت بشكل سري على بناء جدار العار وغيره. وبالتالي الآن الأمور أصبحت مسارة تسوية، مسار التسوية على مستوى أوروبا أصبح واضحا، وصل نقطة النهاية. الآن المغرب يباشر عملية جديدة، وهي محاولة فرض الأمر الواقع باستعانة بدولة لا تح بنظام وكيان لا يحترم القانون الدولي، ولديه سجن وهو محتل أيضا من الجرائم للشعب الفلسطيني وللسوريين وللبنانيين كذلك.
نعم، نعود إلى الدكتور غالي. هذه ليست المرة الأولى، فقد سبق للمغرب أن وقع في 24 سبتمبر من العام الماضي على اتفاقية مع شركة راسيوم بتروليوم الصهيونية يمنحها الحق الحصري في التنقيب عن البترول والغاز في مدينة الداخلة المحتلة. ما هي السبل الممكنة للتصدي لكل الأنشطة الاقتصادية غير القانونية التي تتم في الأراضي الصحراوية المحتلة؟ دكتور غالي، يبدو أن دكتور غالي ليس معنا. السؤال موجه لك السيد علي إبراهيم. فيما يخص أظن على أنه إعلان تواجد إسرائيل في المنطقة، أظن على أنه هذه الخطوة لا يجب الرد عليها بطريقة طيبة، لأنه نعرف أنه إسرائيل هي شبيهة المغرب ولكن بصورة بشعة، بشعة للغاية. وبالتالي أرى أنه الآن المغرب يضع المنطقة في صفيح ساخن ويريد الذهاب إلى الجحيم، وبالتالي الصحراويون الآن مطالبون باستعادة حقوقهم بالقوة، لأن الأمم المتحدة المسؤولة عن الإقليم الآن لم تصدر أي بيان في ظل هذا النهب المحموم للثروات، في ظل انتهاكات حقوق الإنسان، في ظل عز للبعثة الأممية عن تنظيم استفتاء. وبالتالي أرى أن الخوض في المسار القانوني والمسار السياسي مع هذه التصرفات أظن أنه فقط مضيعة للوقت، لأن الصحراويين منذ 20 نوفمبر سنة 2020 أخذوا زمام الأمور، وبالتالي الآن مجبرون على مواصلة هذا العمل ومجبرون على تكثيف الجهود وتركيزها على الجانب العسكري، لأنه في النهاية ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. نحن الآن أمام سيناريو واضح، المغرب لم يترك مجال للمواصلة السياسية. أظن على أنه الجميع حتى الأمم المتحدة نفسها وجميع الدول بما فيهم الدول تدعي حقوق الإنسان وتدعي الديمقراطية، أنه إسرائيل ليست نموذج للدولة التي تحترم القانون وليست نموذج لأي للديمقراطية ولا غيره. وبالتالي لأنه لا يجب على الصحراويون أن يكرروا الخطأ الذي وقعت فيه فلسطين فيما يتعلق بنزاعهم مع إسرائيل. إسرائيل جلب هذه المنطقة يعني مباشرة تصعيد الحرب، وبالتالي الرد عليها يجب أن يكون ميدانيا أكثر من أن يكون على المستوى السياسي. طيب. رغم أنه المسار أصبح واضحا، لأنه الحرب في الصحراء الغربية وتوجه إسرائيل ليس بتاتا بريئا وليس له أي علاقة. دعنا نعود إلى الدكتور غالي. ما هي السبل الممكنة للتصدي لكل الأنشطة الاقتصادية غير القانونية التي تتم في الأراضي الصحراوية المحتلة؟ دكتور، هذا السؤال يحيلنا إلى ما معكم. تفضل. هل تسمعوني؟ تفضل. ألو؟ تفضل دكتور. قلت أنه في عند عودة الحرب في الصحراء الغربية في نوفمبر 2020 جبهة البوليساريو أصدرت تصريح يعني لجميع الأجانب وجميع الشركات والمؤسسات الأجنبية أن الصحراء الغربية أصبحت منطقة حرب وأنها لا تحمل مسؤولية عن أرواح أو ملاك أي أحد يستثمر في الصحراء الغربية. هذا التصريح الذي على جبهة البوليساريو بعد عودة الحرب ضع كل المسؤولية على الشركات الأجنبية المتورطة في نهب الثروات الطبيعية. نتوقع أن المؤتمر لجبهة البوليساريو الذي سينعقد في الشهر القادم سيضع مسارات واضحة للمرحلة القادمة بما في ذلك تصعيد الحرب. وسبق لقائد العسكري في جبهة البوليساريو محمد الولي أن صرح أن الحرب ستنتقل إلى داخل الأراضي المحتلة، وفي ذلك يعني رسالة واضحة إلى الشركات الأجنبية. نتوقع أن تطورات يعني متلاحقة في الفترة القادمة بما فيها القانوني وبما فيها العسكري في مجال متعددة بما في ذلك مجال الثروات الطبيعية. نعم دكتور، أو الإعلامي الصحراوي علي إبراهيم في أكتوبر الماضي دعا مرصد موارد الصحراء الغربية في تقريره المجتمع الدولي إلى التصدي لنهب المغرب للثروات الصحراوية، مؤكدا أن الرباط ستواجه بتوصيات جديدة في هذا الإطار في الاجتماع المقبل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. هل من جديد في هذا الصدد؟ نعم، كان هناك اجتماع مؤخرا في مجلس حقوق الإنسان حول هذه مسألة الثروات الطبيعية. نعم. الاتفاق الاقتصادية وعلاقتها بحقوق الإنسان، وتم إشارة إلى موضوع الانتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، لأنه اتفاقية تدعم المغرب تشكل اتفاقيات المبرمة مع المغرب تشمل الصحراء الغربية تشكل بشكل مباشر دعمه لاحتلال الصحراء الغربية وكذلك نوع من التغطية على انتهاكاته لسمح حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. ولكن أعتقد على أنه العمل في هذا الاتجاه مش حقوق الإنسان
الانساني للاسف فشلا ذريعا في 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 اصدار اي قرار او حتى رفع سري عن التقرير الذي اعدته فرقه تقنيه للبعثه التقنيه التي كانت في الصحراء الغربيه التابعه لمنظمه حقوق الانسان. وبالتالي ارى انه يجب على على على, على الامم المتحده ان تنظف اولا مفاصلها حتى يتسنى لها ان تقوم بعملها الجاد والعمل المنوط بها فيما يخص الاوضاع في العالم وخصوصا في الصحراء الغربيه. نعم هناك عمل متواصل على مستوى المجتمع المدني من اجل اثاره هذا الموضوع، لانه يعني موضوع قرارات حقوق الانسان وانتهاكات حقوق الانسان وكل الجرائم المرتكبه في الصحراء الغربيه هي دائما موضوع نقاش، سواء في دورات مجلس حقوق الانسان الثلاثه على مدار السنه وكل كل 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 ثلاث مرات كل في كل سنه، وكذلك حتى على مستوى النقاشات الثنائيه مع الهيئات ومع المسؤولين الرسميين سواء على مستوى اوروبا وغيرهم من الدول، لانه في النهايه الطرف الصحراوي او المنظمه او المنظمات غير الحكوميه او كذلك المجتمع المدني الصحراوي يعمل على اساس قرارات واضحه ولا لا لا غبار عليها. وبالتالي ارى انه هذا العمل يدعم بشكل قوي ما تقوم به جبهه البوليساريو على مستوى القضاء الاوروبي وكذلك على مستوى محاكم اخرى. يعني قد تابعنا على مستوى جنوب افريقيا عندما تم توقيف شاحنه مملوءه بالفوسفات وغيره، هناك عمل متواصل وهو دور المجتمع عمل متواصل على مستويات عده دبلوماسيه عسكريه وحتى بما يخص ايضا المجتمع المدني. نعم هناك عمل متواصل على جميع الجبهات لانه هذا الوضع الان فرضته المرحله، كان هناك نوع ما اظن على انه مشاهدتي الشخصيه كان تاخر في معالجه الملف، ولكن الان اصبح هناك جهد كثيف على عده مستويات، لانه حتى لاحظنا على انه هناك جمعيات في الصحراء الغربيه في الاراضي المحتله بالرغم من الضغط الذي يمارس عليهم والتهيل وغيره لا زالت تمارس عمليات رصد جميع الشركات المتورطه في الصحراء الغربيه وعلى غرار الشركه الاسرائيليه مؤخرا، وهناك كذلك حتى على مستوى المرصد في اوروبا، المرصد يعمل بشكل مباشر باتصال مع جميع الهيئات وجميع سواء المؤسسات الرسميه سواء كذلك المؤسسات الخاصه، وقد بالفعل كان له دور كبير لانه العديد من الشركات الاوروبيه تعارضت مع المرصد واكدت على انه تفهمت نوعا ما الوضع في الصحراء الغربيه واكدت على انه لا يمكن تستمر في هذا الاتجاه، وهناك عده شركات انسحبت. فقط الان الشركات المتواجده في الصحراء الغربيه هي الشركات التي لدى الحكومات الاوروبيه او غير الاوروبيه نسبه كبيره فيها، وبالتالي هذا يحين مباشره لانه هناك جهات رسميه، هناك بعض الدول الاعضاء في الامم المتحده هي من تقوم بعرقله مسار التسويه وهي التي تدعم المغرب وهي من يقوم بدعم المغرب على اتخاذ هذه الاجراءات. إسرائيل ليست في منأى وكذلك باريس ليست في منأى وإسبانيا ليست في منأى. نعم على ذكر الأمم المتحدة ومجلس الأمن، عذرا على المقاطعة دكتور غالي، في أوت الماضي دعت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة ضد الاحتلال المغربي من أجل ثنيه عن مواصلة عمليات النهب والاستنزاف للفوسفات الصحراوي. ما الذي فعله مجلس الأمن؟ دكتور لا شك أن الإجابة حاضرة لديكم. مجلس الأمن معروف أنه تحكم فيه قوة معروفة. نعم تفضل. مجلس الأمن تحكمه دول معروفة بمواقفها خاصة فرنسا والولايات المتحدة. أقول أن مجلس الأمن معروف أنه يخضع لسياسة الدول الكبرى التي تحكم هذا العالم بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا. هذه الدول داعمة للاحتلال المغربي ولا يتوقع كثير من مجلس الأمن. مجلس الأمن فشل في أنه يوسع صلاحيات المينورسو لانها البعثه الدوليه الوحيده التي لا تراقب حقوق الانسان في منطقه عملها، وهذا وحده يعطي الانطباع عن ماذا يمكن ان يفعل مجلس الامن في اصلاح القضيه الصحراويه. الصحراويين لا يعولون على مجلس الامن وانما يعولون على عداله قضيتهم وعلى امكانياتهم الذاتيه، وكما ذكرت فان المؤتمر القادم لجبهه البوليساريو يتوقع منه ان يحدث نقله نوعيه في طريقه التعامل مع الامم المتحده ومع الوضع القائم بصوره مجمله. أشكرك جزيل الشكر رئيس الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن الدكتور غالي الزبير، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من باريس. ومن باريس أيضا نشكر الإعلامي الصحراوي علي إبراهيم، كنت معنا عبر سكايب. شكرا لكما ضيفي، شكرا لكم مشاهدينا الأفاضل. كانت هذه ملفاتنا لنهار اليوم، نلقاكم غدا بحول الله في عدد جديد من نبض العالم وملفات أخرى. إلى اللقاء.